خير واهلا بيكم، نورتونا. هو انا الحقيقه مش فاكره السؤال اللي انا سالته. لا بقول لك السنه دي استنس الدراما، لكن دي اول مره في المسرح، فايه اللي خلاكي وقفتي على العمل ده بالتحديد؟ اكيد هو عرض عليكي اعمال قبل كده وصعوبته في انك بتعملي كذا كاركتر كمان. انا بس عايزه اقول لك على حاجه واقول للزملاء على حاجه. استاذ صبحي في المسرح وفي الدراما هو أستاذ صبحي باختياراته بفكره باللي بيبقى عايز يوصله للناس. بالنسبة للمسرح أنا بالنسبة لي كانت أول مرة، كنت خايفة منه في الأول جدا جدا، لأن أنت طول ما أنت ماشي في الشغلانة كل الناس تقول تشتغل مسرح مع محمد صبحي، يا عيني عليكي، يعني في طول الوقت أنت مهدد إن هيجرالك حاجة طالما رايح مسرح محمد صبحي. بس لما جيت وقعدت مع أستاذ صبحي وابتدينا نتكلم في الرواية وابتدى يشرح لي الفكرة وعايزين الصورة النهائية تبقى إيه، طبعا كممثلة اتبسطت جدا تعدد الأدوار ومشي التمثيل اللي بتدي مساحة للممثل إنه يعرف يشتغل ويبقى مبسوط ومستمتع. لغاية الحقيقة ما جت بالنسبة لي أنا كوفاء لحظة حاسمة في العرض. أنا عندي ولدين في سن الشباب، شايفين إن الترند وعصر الحاجات السريعة اللي هي السندوتشات الفنية اللي هو ما تطولوش علينا يعني، لغاية ما جم واتفرجوا على العرض. وكانت الجملة اللي كانت بالنسبة لي إن هم دققوا في حاجات أنا اتبسطت ليها جدا، لأني مهما كنت قعدت أقولها لهم ما كانوش هيفهموها. شبه ان هم حبوا العصر القديم جدا جدا بتاع زينهم وعزيزة، فكرة الطبق اللي كانت بيوتنا مفتوحة وبتخش من بيت لبيت، فكرة الباب المفتوح. وكان أستاذ صبحي قاصد ان في الاول يبقى البيبان مفتوحة، احنا كانت بيباننا مفتوحة على بعض، الست اللي بتشتغل في البيت وتطورها من انها واحدة من البيت زي بناتنا متربيين في بيوتنا لغاية ما شفنا التطور بتاعها. كل ده لما لقيت ولادي لمسهم حسيت ان لا احنا بجد بقى محتاجين نقول الكلام ده كتير، نوصله كتير. مطلوب انه يبقى التنبيه، مش لازم يبقى موضوع تعليمي يعني، مش لازم ابقى بديهم دروس، انما على الاقل اوريهم الفرق بين اللي انا شايفاه انه كان حلو وممتع ومخلينا دافيانين ببعض، وبين العصر السريع جدا اللي بيخليهم يفقدوا حاجات كتيرة جدا. هما انا بشوف ان الجيل ده مظلوم ومش مستمتع بحياته يعني. فالعرض ده حقق لي انا كوفاء ده كممثلة وكأم. تمام كده يا استاذ؟